شو هي الأبعاد الخمسة لمهارات التواصل كارل ألبريخت؟ كارل ألبريخت بتحدد خمس أبعاد لمهارات التواصل، اللي هي الوعي الموقفي، هاي بمهارات الذكاء الاجتماعي. خمس أبعاد للتواصل مهمة جدا: الوعي الموقفي، الحضور أو التأثير، كاريزما، والأصالة، والوضوح، والتعاطف. هي خمس أبعاد. رادار أبعاد الذكاء العاطفي، الوعي الموقفي، يعني موقف عن موقف بيختلف، أنت لازم تكون حساس للمواقف هاي، لازم ما يكون ردود أفعالك متشابهة، لازم تشوف الموقف هل مناسب رد فعلي، قولي، كلامي، صورتي هل مناسبة للموقف، لازم يكون في وعي موقفي. الحضور أو الكاريزما أو التأثير، التعاطف والأصالة والوضوح.